بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا إذا متابعينا الكرام تواصلنا مستمر، تابعنا الشوط الماضي، تابعنا شوط الشاهينية بشعار محمد بن حمد اليامي 2:17 انتقلنا إلى الشوط السادس بمجموع هذه الأشواط. شوطنا السادس يحمل فئة الجعدان. نتابع البداية، نتابع غياث حمد بن سالم بن بهيان العامري، بينما المركز الثاني يتقدم بهذه اللحظات المركز الثاني شاهين سعيد بن حمد بن هادي الأحبابي، بينما المركز الثالث ثالث الأسماء والشعارات شاهين سالم بن حمد العويسي مع المركز الثالث والمركز الرابع. نتابع هنالك مع رابع الأسماء اللي هو شاهين حمد بن خليفة الكعبي، ولكن خلاص بنعود إلى الصدارة إلى المعركة مع بداية الشوط. وغياث، غياث على المركز الأول، غياث بشعار بن بهيان، شعار حمد بن عبد الله بن بهيان، ومسجل معنا حمد بن سالم بن بهيان. من ينطلق مع هذا الانطلاق المميز، الانفراد الممتاز؟ شو، ولكن غير شاهين سالم بن حمد العويسي بدأ بالتغيير مع المركز الأول، بدأ بالانطلاق على بداية الشوط بالانفراد على المركز الأول شاهين محمد أو سالم بن حمد العويسي. من ينطلق بهذه النهاية المميزة وبهذه النهاية الممتازة؟ ما شاء الله تبارك الله، سلامي عليك يا أبو حمد، مشكور على هذه العروض المميزة، عروض شاهين سالم بن حمد العويسي. من قدم لنا شاهين المركز الثاني؟ كان مع المركز الثاني إذا مشاهدينا الكرام اللي هو شاهين بشعار المركز الثاني شاهين اللي وصلنا في المركز الثاني، ايضا شاهين بشعار سالم او سعيد بن حمد بن هادي. المركز الثالث كان بشعار حمد بن سالم بن بهيان. هكذا التوقيت الزمني 2:19 سجل معنا بهذا الشوط.